الهجرة الطيبة المباركة كانت من مكة إلى المدينة، وبدأ العام الهجري من بداية هذه الهجرة، وأصبحت السنة الهجرية تبدأ من أول يوم خطت فيه قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، ومن هنا كانت بداية العام الهجري. ونحن الآن في أول يوم من العام الجديد 1439 من الهجرة، وفي هذا اليوم الأغر في أول أيام العام الذي أكرم فيه المولى جل وعلا البشرية بهجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كل عام والأمة الإسلامية والعربية والعالم بأسره بخير ويمن وبركات. ففي هذه الآونة يحتفل العالم الإسلامي بالعام الهجري الذي بدأت بدايته من هجرة الحبيب، وكان ذلك في زمن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. بدأت الهجرة المحمدية والهجرة النبوية بإذن من الله جل وعلا، وبدأ المسلمون يهاجرون فرادى وجماعات مستخفين عن أهل قريش، وفي هذا تشريع للأمة بألا تمكن عدوك منك بيدك، أن تتوارى عن عدوك طالما أنت في ضعف وهو في قوة، أن تحارب عدوك بسلاح الخفا ولا تواجهه لضعفك، لأنك إن واجهته وأنت ضعيف سينتصر عليك. ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي العالم بأسره والمشركين خاصة درس. ربما الإنسان يفكر، هل الإسلام كان ضعيفا في هذه الأونة؟ هل المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال في رب العزة جل وعلا والمرء يعصفك من الناس، أليس كان بمحظوره أن يهاجر جهارا نهارا كما فعل فاروق عمر؟ هذه أسئلة وهذه مطروحات ربما يطرحها الكثيرين، ولكن هذا التشريع الذي يشرعه المصطفى صلى الله عليه وسلم هو إلى نهاية الزمان ليستفاد منه القاسي والدان، العدو والحبيب. هاجر صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم مستكفين ليلا في الستر وليس نهارا حتى يراهم الآخرون. كذلك أيضا لم يعلموا أهلهم، حتى أهلهم اللي هم أقرب الناس لهم لم يعلموهم، إلا أن الرجل كان يعلم زوجته أو ابنه. شوف وصلة السرية في هذا الأمر إلى أعلى درجة. يبقى هاجر الصحابة ولا تزال الدعوة مستمرة ولا تزال الرسالة قائمة، ولكن الباطل لن ينام لأن مصيره معروف، فدائما تراه يحارب الباطل دائما في حرب. ليه؟ لأنه خايف على روحه، لأنه عارف نفسه زي إزاي، فعمال يقوي نفسه ويجيب إرسالات وأسلحة ويعمل وبتاع ويتقوى بالطول الأخرى. تبص لك الباطل مش ساكت، كل لحظة والتانية الباطل ده عاوز يشتري نفسه ويعرف نفسه للناس، إنما القوي تلاقيه كامل وجاعد وساكت وعارف أكلتها وعارف قوته وعارف نفسه، بينما الباطل تلاقيه على طول في صراع مع الحق. الأمة الإسلامية النهاردة أيضا في صراع، الباطل مش سايبها، كل يوم والتاني بيسمع عن تعذيب للمسلمين وحرق للمسلمين وإبادة للمسلمين والدول الكفر بتسيب بلادها وتيجي تحارب في المسلمين كله، لأنهم عارفين الإسلام على حق فخايفين منه.